فضيلة الشيخ عطية، الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب الرجل: أفلح إن صدق. هل كان هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له بالفرائض دون التطوع؟ كان ذلك رخصة خاصة بهذا الأعرابي فقط؟ هذا الحديث صحيح رواه مسلم وغيره، والرسول صلى الله عليه وسلم حلف أن الأعرابي مفلح إن صدق في أنه لا يزيد على الفرائض التي تعلمها منه ولا ينقص. لا ينبغي أن يفهم من هذا أن النوافل بعد الفرائض لا أهمية لها ما دام الإنسان مفلحا بالفرائض، والفلاح معناه عدم الدخول في النار أو عدم الخلود فيها، فالمصير هو الجنة. وإنما الذي ينبغي أن يفهم من عبارة أفلح إن صدق، الذي ينبغي أن يفهم هو وجوب المحافظة على الفرائض، لأنها الحد الأدنى في الفلاح وهو عدم النقص منها. وهذا أسلوب حكيم في الدعوة، فالأعرابي المعروف بطبعه يجب استعمال الأسلوب المناسب له، وهو التخفيف في التكاليف التي جاء يسأل عنها ليسلم أو ليتعلم ما يطلب منه. فلو أثقل الرسول عليه التكاليف بفرائضها وسننها ربما رفض الأعرابي الدخول في الإسلام. ولهذا الأسلوب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نظائر. فقد روى أحمد وأبو داود أن وفد ثقيف جاءوا من الطائف ليسلموا، ومعروف أن موقفهم كان شديدا ضد الدعوة في أولها وبعد فتح مكة، حيث حاصرهم الرسول ولم يفتح بلادهم ثم تركهم. فلما وفدوا عليه كغيرهم من الوفود كانوا يتحدثون مع الرسول من موقع القوة المألوفة عندهم، فاشترطوا عليه إن أسلموا ألا يخرجوا الزكاة وألا يشاركوا في الحرب والجهاد وألا يصلوا. فحط النبي عنهم الزكاة والجهاد ولم يقبل أن يحط عنهم الصلاة قائلا: لا خير في دين لا ركوع فيه. ولما انصرفوا وحافظوا على الصلاة جاءوا إليه بزكاتهم واستعدادهم للجهاد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فليس معنى هذا أن الزكاة والجهاد لا أهمية لهما، ولكنه الأسلوب في الدعوة. وفي موقف آخر رواه أبو داود كان هذا الأسلوب: جاءه رجل ليتعلم الصلاة فأخبره بالصلوات الخمس المفروضة، فتعلل الرجل بأنها كثيرة وتشغله عن أعماله، فلو أن الرسول تمسك بها لرفض الرجل، فقال له: يكفيك صلاتان الصبح والعصر، وذلك بصفة مؤقتة. هكذا كان أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، مراعيا للظروف، فاهما لطباع الناس، فلم يثقل عليهم بالتكاليف بل يسر. وبهذا كثر الراغبون في دخول الإسلام، وهو تعليم للدعاة في استعمال الحكمة التي أمر الله بها رسوله في قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله أعلم.